Bonjour, je sais que tu sais, et tu sais que je sais. اليوم حبيت نهضركم على واحد الشهيوة ماشي الشهوة كثر من الشهيوة تحمقوا عليها المغرب كله وماشي المغرب حتى في الخارج الخليع سلامت خيرك الخليع هوي سي فغي ولكن ما عارفينش القصة ديال الخليع انا ما تهمنيش كيف تايطيب ولا تايتصوب خصني نعاود لكم القصة ديالو لان الخليع انتم ما تعرفوش الا كنتي عندكم قل من 70 عام ولا قل من 60 عام تنظن ما تعرفوش القصة ديال الخليع 1 2 3 4 5 انغريديون بوين على لا ليني ماشي بحال راس الحانوت ديال المروزية ماشي بحال غادي ندوزو الغلال هذا الخليع شنو هي قصة الخليع قصة الخليع هي الطعام ذاك الوقت كان الماكلة ديال الفقير ديال الضعيف ديال اللي ما عندوش حازق علاش حاضر لانه فاس تجي 3 شهور ديال الشتاء والبرد ديك الساعه ما تيجي عندك الحوانت كلهم تيشدوا ما بقى لا يجي لا عروبي شي حاجه والو كلشي تيتشد تيبقى 3 شهور الناس تاكل اللي عندها اون ستوك اللي مخبع في السقلابيه ولهذا ملي تيجي الصيف تيجي الصيف البقر ما تيجبو ما ياكلو تي الارض تنشف تيبداو البقر يضعفو تيجي مول الدار تيشري بقره ولا تيشي جمل انا حضرت عليه هادي كثر من 65 عام هذاك الجمل تيهود القاع ديال فاس باش يتذبح وتيجيبو الجمل بالناقه لان الناقه هي اللي تسوق الجمل الجمل ما يهودش بوحدو واخا تنقص خصو الناقه هذيك البقرة تتهود وفوقاش يذبحوها تيذبحوها ما بين العشاء ما بين المغرب والعشاء وفي ذاك الوقت تيذبحوها ما بين المغرب والعشاء تجي العائلة كلها سي اون فيت فاميليال طول الموند فا فينيغ مانجي لو فيستا كلشي غادي يجي ياكل الكبيدة مشوية غادي ياكل طريف ديال اللحام غادي ياكل شي طويجين وهذيك البقره اللي شارفه تتذبح بالجزاره واللحم تيتهز وتيبقى يتفصل وينزل في الجفنه هادشي تا شوفوا شفتو بعيني عايشتو انا وخاي عبد الرافع الله يزيد له في عمر وجالسين تيتقطعوا تفصلوا يما جالسه وبا جالس وكلشي جالس والجزار تيخدم هذا الليل كله الناس تعمل هذه الخدمه وحنا تنعاونوا كلشي فرحان ومني تيوقع الطياش تياخذوا حتى الريه ديال داك البهيمه الا كانت نقيه ما فيها لا مر لا حاجه تتقطع حتى هي دي لونغيت طوال هي والكرشه هذا ما بقاش يعرفوا بان تاكل الكرشه في الخليع كاين الكرشه وكاين الريه في الخليع والريه ملي تطيب مع الخليع تجيبك الله بحال تاكل الكبده هذا لا بروميير سواري الحفلات تزيد لا غدا تتنوض الوالده وتقلبوا على اللحم اللي شي شويه قاصح 5 كيلو حتى 10 كيلو لان الجيران كلشي تيتعرض ايوا تنهودو تيصيفطوني وتيصيفطو خاي نطحنوا داك اللحم هذاك اللحم تيتطحن باش بالشاقور بواحد الفجوطيه عمرو ما تيطحن بالماكينه دابا اللي تنشوفو هنا هذاك تيقول لك هذاك محروق هذاك الكفته محروقه فيها العافيه فيها السخانه داك الكفته الكفته ديالنا كان فيها مرد الدوش والنعناع والثومه والقصبور والمعدنوس والعطريه وتنديوها داك هذاك الزغبي تيبقى بالشاقور اضرب ما اضرب اضرب ما اضرب حتى تعطيك واحد الكفته ديليسيوز ا مونجي لانه حتى داك العظم داك الخشب ديال المحل فين تيدق تيخلي داك النغمه داك النكهه داك الكفته ايوا كلشي تياكل داك النهار الكفته الجيران والمعروضين وخوتك وعائلتك وطاسيلتك كلها ولكن حتى داك النهار كلشي تيخدم هذاك اللحم ديال البارح شنو وقع به ايبا اللحم البارح تيعملوا له الثومه تيغرقوه في الثومه ويرقوه بزاف الملحه
و تيغرقوه في الكامون مدقوق و تيغرقوه في القزبر حبوب. هاد الريحه سيت ان بوازون كورياندر لا كورياندر ولا لو كورياندر لا كورياندر. الكامون والثومه والملحه اربعه د الحوايج و تيبقى يتخمر داك اللحم مع الشحمه ديالو تيبقى يتخمر داك النهار كله. الناس كلاو الكفته يقولها وضحك عليها و تيديروا هذاك الشيء وكتيشي الكامون لان الناس تيزر تيقوي من الماكله تياكل الكامون باش داك الا كان شي حريق بالمعده ولا تلقط شي كرش تيوقف الحريق بالمعده. الوغ لا غدا نهار الثالث تقريبا على ما تيخمر داك اللحم وداك الشيء نهار الثالث تيطلعوا للسطح ولكن تيطلعوه باش تيغلفوه بزويته لانه ملي سقيت علاش يديروا زويته تيغلفوه وعلقوه فين في الطوال ماشي في السلك ديال الحديد في الطوالات باش يضربوا داك الشمس ديال الفاس وديال المكناس. الشمس حاره مجهده حتى ترجع حطب ولكن تيديروا له زويته. سقسيت علاش يديروا له زويته تيديروا زويته باش الدبان ما يوقعش فيه باش ما الدبانه ما تجيش تاكل وتولد فيه البيضه ديالها. تري بيان هلا اون استيس. واش هذاك اللي تتمشي تشي من عنده مرصيف دابا الخليع هو مصوب هكذا الله اعلم. الوغ ملي تيديروا هاد الاقامه تيغلفوه بالزيت وتيعلقوه في السطح طوالات ماشي في الحديد باش ما يدريش. ايوا كنا تتحضي عندك من القطه عندك الشفاط وي ايوا وعندك طلع تحضي الخليع ملي تيبدا يتحطب تقطع تاني في المقص وتتهود دير الزويته وتقليه وتاكل تيجيك لذيذ ولا تتشوي في العافيه تطلق داك الريحه ديال القزبر المعدنوس داك القزبر ديال ولا عندك بويضه فقس فيها بويضه. هاد العمليه تطول 4 ايام 5 ايام 6 ايام حتى 7 ايام حتى تيتقلب داك اللحم وجات قبطوا الوالده والوالد وتيجبوا رجع بحال الهند تيرجع حجر ولكن شبعان عطريه. ديك الساعه شي حويجه ما تعرفوهاش انا غادي نقولها لكم وانا حتى انا كنت جاهله مزيان. الوالده تاخذ ايزور كبار وتتاخذ داك الخليع وتدزلو في قلب الايزور وتغطيه مده نهار يومين علاش باش يعرق يا وليدي شي الخليع تيعرق هي بوغ ليكسيدون دو الى مبقى شي شويه ديال الماء في داك الخليع يمشي في حاله تيعرقوا الخليع. تيجي النهار ديال الطياب الوغ تنهودو الصفارين تنكريو الطنجير الطنجير بجليه اللي غتنزل والعواد خلشاد العواد تتجي ايوا كلشي تيتوجد بسم الله الله اكبر. تيكبوا الخليع بداك الطنجير وتيكبوا معاه الماء او تيبقى يغلي ويفندل وعمتي مينا تتقبطو واش رجع مازال قاصح ولا ما قاصحش وتتشاور مع الوالده باش سيت اون كيسيون دو دوزاج دو بون سونس. ملي تيقرب شي شويه نص طياب تيهزو 5 لتر ديال زيت العود 10 لتر على حسب لو فوليوم وتيكبوها مع داك الشيء هذاك داك الخليعه بالشحيمه ديالها مع بالكبيده بالريه ديالها بالكرشه ديالها وعاد تيكبو 15 لتر ديال زيت العود ماشي زيت مغشوشه ويل التورنسول لا زيت العود و تيبقى داكشي تيغلي ويفندل هما ساعه ساعه تيقبطوا داك اللحم هما تيجبروه قرب يوصل تقول لها يا لا يا مينا زول العافيه دغيا لانه غادي تفرتت داك اللحم ولا تفرتت غادي يفسد الخليع ديالك. دونك فوالا اون سيغيونس بيرمانونت ديال كيفاش يطيب ملي تيجو تيشوفو بدا يفتى مع راسو يعطيوك الدوق طريف تنبقاو جالسين حنايا تندوقو واش مازال واش لاباس واش ماشي لاباس وحنا فرحانين وكلشي فرحان داك النهار ما كاين غدا كلشي تيتغدا من داك الخليع. تيزولو العافية تيبردو داك الطنجير يبرد على خاطرو
عندك ثلاثة ديال الخوابي، سلامت خيركم. ها الخوابي شوفهم، نوريهم نوريهم الخابية تاهم. ثلاثة الخوابي تينزلوا، خابية تدبر فيها الخليع على مخو وطريقو العين راس السوق، خابية تتخلط فيها داك شوية الخليع مع داك الليدام، لأنه داك الليدام تيصلاح بعدا نقولكم على شي صلاح. وخابية هي داك القاع ديال الطنجير، تهزو داكشي اللي بقى في القاع ديال الطنجير، فيه الملحة اللي بقات ما دابتش، فيه الكمون، فيه القزبر، فيه التومة، فيه زويتة، هذاك تعيطولو أكريش. أكريش هو اللي ملي غتهودو للمدينة ديال فاس غتجبرو تيخلطوه بالفلفلة حمراء وبالبصلة وتيديروه في الملاوي والرغايف. ولا تنديو حنا كنا تنديو للفران الرغايف، تتعمرو الوالدة داك أكريش تنديوه للفران تيطيبو لنا ونجيبوه ونتغداو به. ها ليستواغ ديال أكريش، ليستواغ ديال الخليع. ليستواغ هذاك الخليع تيتخبع في السقلابية قدام البصلة قدام مواد غذائية أخرى، لأنه ملي غادي يجي البرد ما كاينش اللي غادي تيخرج، خصو ياكل. ملي تيجي يخرج الواليد تتقول له شنو نطيبو هاد النهار يا الحاج، تيقول له الخليع بالبيض ولا الخليع بالبصلة. فتخرج واحد تتد القديدات وتتقطعهم بالمقص ودير فيهم بصيلة، وبعد ما تيدير فيهم التمر، التمر ايه وي التمر تيجي لذيذ. وبعد ما تيفقسو فيهم جوج ثلاثة ولا أربعة البيضات أو تتغدى مع راسك، لأن ما عندكش كيف تعمل من غير هاد الشيء. هذا هادي هي القصة ديال الخليع. دابا رجع الخليع ديال الريجيم، شنو هذا الريجيم؟ تيزولك داك الطراب ديال القديد وتيكب الزيت بلدية إلا عندك الزهر، أما إلا ما عندك الزهر تيكب لك زيت ديال لو سيور ولا ديال شي حاجة أخرى. الخليع اللي كنا تناكلوه ضروري، ستادير ان روبا دي بوفر، سيتي با ان روبا دي ريش، اي ديفوني ان روبا دي ريش. الخليع اللي كان تيتكل بالبقرة اللي تتكون هزيلة اللي نقصات اللي هادي واللي هادي، حتى يمشي يفتشلك على رجلها ديال 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 البقريفة على تركة ويقول لك لا الخليع هو هذا. دونك فوالا سكو جو فولي ترانزميت كوم ميساج. الخليع سي اون سيريموني que nous avons vécu, que j'ai gardé en mémoire. J'ai encore l'eau à la bouche quand je parle de l'khliya, de l'walida. D'abord, il y a un petit peu de chri, mais je suis un peu de chic. Ou même que le sorbo, sahil, moustahil, l'khliya, من غير Marrakech, ou Fès, ou Mknas, c'est tabab. Il y a un chri, il y a un kilo. ولا جوج كيلو ملي تفضي وخبعها في الثلاجة غادي تطبب لك. alors je me suis fait bien comprendre l'histoire de mes ancêtres. Je suis encore une mémoire vivante et je me suis fait un plaisir de vous offrir ce plat aujourd'hui ديال الخليع بالبيض comme le faisait ma mère الله يرحمها et mon père الله يرحمهم رحمة الله وعمتي مينا. alors je vous aime bien sûr et j'aime le Maroc, les Marocaines et les Marocains. Et vive le Khliya!